إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فمن هم أولياء الله؟ وما هي صفاتهم؟ وما جزاؤهم في الدنيا والآخرة؟ قال الشوكاني رحمه الله: الولي في اللغة القريب، والمراد بأولياء الله جل وعلا هم خلص المؤمنين الذين اتقوا الله جل وعلا بفعل طاعاته واجتناب معاصيه. وقال في موضع آخر: والحاصل أن من كان من المعدودين من أولياء الله تعالى، ممن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكان مقيما على الطاعات بعيدا عن المعاصي مستكثرا من الطاعات، فهو من أولياء الله جل وعلا. وما حصل له من كرمات فهي موهبة من الله جل وعلا لا ينكرها أحد. وأما من كان بعكس ذلك فولايته شيطانية وليست رحمانية، لأن البعض منهم يستعينون بالجن فيخدمونهم وقد يقعون في المحرمات، فهذه الولاية ولاية شيطانية وليست ولاية رحمانية. والضابط والمعيار الذي لا يتغير هو الكتاب والسنة، فمن كان متبعا لهما مقتديا بهما فهو من أولياء الله، ومن كان بخلاف ذلك فولايته شيطانية. انتهى كلامه رحمه الله. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فكل واحد من هؤلاء الأصناف الثلاثة له من ولاية الله جل وعلا بقدر إيمانه وتقواه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الولاية الخاصة أي أعلى المراتب، فهي أن يقوم لله جل وعلا بجميع حقوقه ويؤثره على من سواه، وأن يكون همه مرضاة ربه عز وجل، فيصبح ويمسي وليس له هم إلا مرضاة ربه وإن سخط الخلق. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة الأفاضل، أما صفات أولياء الله جل وعلا فأولاً الإيمان، لأن الله جل وعلا قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فوصفهم بالإيمان، ويشمل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثانياً من صفاتهم التقوى، وهي أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله جل وعلا وقاية بفعل الطاعات واجتناب المعاصي والذنوب. قال سبحانه: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: ألا إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وفي سنن أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما أوليائي المتقون. الصفة الثالثة لأولياء الله جل وعلا: الحب في الله والبغض في الله، كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيها الناس اسمعوا واعقلوا، إن لله جل وعلا عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله. فقام أعرابي وألوى بيده
في آخر المجلس وقال: يا رسول الله، ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله، صفهم لنا يا نبي الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم من أفناء الناس ونوازع القبائل، ليس بينهم أرحام تجمعهم، إنما تحابوا في الله وتصافوا في الله، يجعلهم الله جل وعلا يوم القيامة على منابر من نور فيجلسهم عليها، يغبط فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا، يفزع الناس ولا يفزعون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جعلني الله وإياكم منهم. رابعا، أداء الفرائض على أكمل وجه، وهذه الصفة الرابعة، كما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث القدسي: إن الله تعالى يقول: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. خامسا، الصفة الخامسة، أداء النوافل كصيام النهار وقيام الليل والصدقات ونحو ذلك، لأنه جاء في الحديث السابق، حديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخره: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أيها الإخوة الأفاضل، أما جزاهم في الدنيا والآخرة فقد وردت الآيات والأحاديث تبين ذلك. فمن ذلك أولاً نزول الطمأنينة في قلوبهم، فلا يخافون في الآخرة مما يخافه غيرهم، لا يخافون من أهوالها وشدائدها، كما قال بعض المفسرين في قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الثانية، أنه عند وفاتهم لا يحزنون على ما خلفوا من أهل ومال، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال بعض المفسرين أن ذلك عند الاحتضار. ثالثا، أن الله تعالى يحبهم. رابعا، أن الله جل وعلا يدافع عنهم. خامسا، أن الله تعالى يستجيب دعاءهم ويعيذهم مما استعاذوا به. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة، الحديث القدسي السابق، قال في آخره: وما يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. خامسا، أن الله جل وعلا يجعلهم يوم القيامة على منابر من نور فيجلسهم عليها، فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله. ودليل على ذلك الحديث السابق، حديث أبي هريرة في صحيح الإمام البخاري حديث القدسي، أن النبي عليه الصلاة والسلام، عفوا، الحديث الذي راه الإمام أحمد، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخره: فيجلسهم على منابر من نور، ويجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله. سابعا، جزاؤهم في الدنيا والآخرة، روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا جاء إليه وسأله عن قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فقال: ما هي بشراهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟ فقال: لقد سألتني عن شيء ما سأله أحد قبلك، إلا رجلا سأله النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، هذا بشراهم في الدنيا وبشراهم في الجنة وبشراهم في الآخرة الجنة.
اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم لقائك، اللهم اختم بالصالحات آجالنا، اللهم ارفع عن المسلمين كل بلاء وهم وغم ومرض، اللهم اشفه، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا حي يا قيوم، انك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.